بصبح عليكم مره ثانيه وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان. وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبداها بالقاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه مش بتاثر لحد دلوقتي على معدل الحركه، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لحد غمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه بعض الكثافات المروريه، لكن شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ومكملة معانا لحد كوبري الساحل والأمرية. الكورنيش من المظلات ولحد وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة وبالتحديد من شارع الهرم اللي طبعا دلوقتي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده طبعا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل، كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة معانا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد مع الاتجاه لجامعة القاهرة. هنروح لمحافظة اسكندرية فيها كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، كمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنروح دلوقتي لأسوان ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية.